إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يوم فين 2002 وينطبق على التاهو 2002 إلى 2014، نفس التصميم ونفس التركيبة من ناحية لو تركيب المبرد أو المبردات. فراح اليوم نركب إن شاء الله مبرد 40,000 وحدة، لكن اختلاف عن السابق. السابق كان نركب اللي هو تروتول الغني عن التعريف الكندي أمريكي، ويعتبر هو رقم واحد، مع أنه في شركات كثيرة. اليوم عندنا شركتين وراح نركب منها واحد منها اليوم كتجربة، وهذه للأمانة يعني في السوق ممكن تكون جديدة، ولكن عليها بعون الله ضمانات وراح نعطي لها برا لها تجارب. عندي اليوم نوعين من 40,000 وحدة. عندي هذا أعتقد أنه حسب معلوماتي أنه صيني من شركة إكسيد، شركة غنية عن التعريف موجودة في المملكة العربية السعودية، وحتى لها منتجات خاصة فيها. العموم راح اليوم نستخدم هذا. طبعا هذا باللون الأسود، الراديتر هذا هو البرد هذا باللون الأسود، لاحظوا باللون الأسود ويجي مغلف. طبعا راح نفك الديكور هذا العلوي، نطيق الكليبسات، هذا الغطاء اللي فكناه قبل شوي مع الكليبسات. عندنا هنا قواعد التثبيت او مسامير التثبيت عن طريق له فر، تفر بالمفك يطلع معه. واحد هنا برضه، هنا حاطه مسمار 10، وهنا برضه بالمفك. ايضا اعتقد انه هنا في واحد، وايضا هنا في واحد. بعد ما حررنا الكليبس اللي هنا وحررنا الكليبس اللي هنا حق التثبيت، نحررها من اسفل. راح الان هنا نفك الشبك الامامي راح عن طريق السحب لانه كبس. لاحظوا الكليبس، ايضا هنا تم الكليبس فكه. هذا صدام الان بعد الفك، وهذا اللي عندي المبرد الوكالة الصغير حق الجير راح ألغيه نهائيا، وراح أركب المبرد بدون الحاجة اللي لطبة راديتر. راح ألغي نظام التبريد عن طريق طبة راديتر علشان يتجنب الخلط مستقبلا. أيضا برضه يكون التبريد كله خاص بزيت الجير، ولا يكون فيه احتكاك أو فيه علاقة بالموي راديتر، عشان لو صار فيه مشكلة شعر في المبرد الطبة اللي في الطبة حق الراديتر ما يسبب مشاكل في الجير. راح الآن أفك المواسير اللي هنا، فكيت القفلات حقت المواسير اللي هنا واللي هنا، فراح نطلع المواسير. تم فك المواسير وما شاء الله مبين الزيت، مبين انه جديد. تم فك مسمار التثبيت حق المبرد الوكالة الثاني هنا، هنا بس كليبسات، كليبس هنا، كليبس هنا، وثنين مسامير، واحد هنا واحد هنا. الآن كذا عندنا المبرد محلول، هذا مبرد الوكالة. ايضا راح نبعد الحساس الحرارة عن مكانه، نحطه في مكان يكون واضح للهواء او التهوية الخارجية. الا لما تركب المبرد هنا ويكون عنده حرارة من الراديتر المكيف وحرارة من البرد، راح يكون درجة الحرارة عالية ويعطي قرار غلط. هذا الان التركيب النهائي، قاعدة الصفرية.
وهذا حساس الهواء، فانا ظاهر للقاعدة، لها كلبس ما راح اطيح. هذا التثبيت العلوي، وهذا الليات الان. اللي هذا حطيناه في الماسورة اليمنى اللي في البريد السابق، والمكان الثاني حطيناه دايركت الماسورة السفلية. ألغينا نظام التبريد عن طريق الطبة بشكل كامل. هذا الآن مقفلة، أسفل برضو مقفلة، قفلناها، وأيضا قفلنا الماسورة الفارغة اللي هنا. الآن صار عندنا المبرد التبريد من الجير على المبرد ال 40,000 وحدة، ما عاد له علاقة في حرارة المحرك، ولا عاد فيه تأثير على حرارة المحرك، وبهذا الطريقة يخف الضغط على حرارة المحرك، وبنفس الوقت يخف الضغط على حرارة الجير، لأنه الحرارتين مع بعضها في الراديتر راح تأثر على الأداء مع بعضهم. فأنت لما تخلي كل واحد مستقل لوحده بعون الله يكون التبريد أفضل. وراح نعطي فيه إن شاء الله تجربة اليوم، وبنشوف كم توصل معنا درجة الحرارة بعون الله لو طلعنا أحد المرتفعات اللي في شرق العارضة. لا راح نشغل بعد ما ركب القربة الهواء، وبنشوف ونشيك على التهريبات، وبعد راح نغسل المكان الزيوت السابقة، وبعدها برضو راح نقيس الزيت بعد التركيب، لأنه ما ينفع تزود أو تنقص. لكن ركب البرد وبعدين قيس وشوف إن كم يجي النقص، إذا كان في نقص سود، ما في نقص ولا خلاص انتهى الموضوع. لأن عندك عصا قياس، فما يحتاج لها إنك تعبي زيت قبل لا تقيس. ما شاء الله تبارك الله. الآن هذا بعد التركيب وبعد التثبيت شغلنا، وما شاء الله تبارك الله. طبعا الراديتر أو المبرد إذا ما كان تبريده بكل النطاق كامل ولا يعتبر فيه مشكلة، ولكن ما شاء الله تبارك الله إلى الآن باقي إن السيارة باردة، فراح نحتاج إلى وقت عشان التسخين، فما شاء الله تبارك الله. الآن بس أتأكد إنه ما في تهريبات. تأكدنا برضه هنا ما في تهريبات. الهود. ما في تهريبات الحمد لله. طبعا بنروح على الكنترول المحرك والجير، اول كنترول، ونروح على الداتا وبنشوف اللي هو حرارة الجير والمحرك. اختار له هذا الجير الداتا. هذا حق المحرك. وهذا حق حسب ما اعتقد انه حق الجير. طبعا حرارة المحرك 90، حرارة الجير ما شاء الله تبارك الله 42، بس لسه السيارة ما اختبرت صح. لكن حرارة المحرك بصراحة أنا ممكن ما ألومه، لأنه من أول كان فيه موية عادية، أيضا كان بدون بلف، فالرديتر برضه متهالك، والشرايح فيه ما هي مضبوطة. طبعا مع البلف 1.76 المفترض انه مع المروحه الكلتش بتكون حرارتها في حدود 80، لكن بنشوف الان متى او كم بتكون احلى اعلى نطاق. طبعا الوكاله
البلف يفتح على 86 وبتكون في هذا النطاق. بنشوف الآن مع المكيف، المكيف الآن طبعا بدون مكيف، وما شاء الله عندي حرارة الجير 42 وحرارة المحرك 90. فبشوف الآن بعد ساعة وقوف، طبعا الآن لها نص ساعة حوالي، وبرضه أخذ فيها مشوار وبرضه أختبرها مع المكيف وبنشوف، لأنه في المراوح الكلتش راح تبين معاك في الوقوف مع المكيف، ما هي زي المروحة الكهربائية لأنه مع المكيف تشتغل الضغط الثاني. تم تركيب الشبك، كلبس اللي هنا، كلبسين، واحد هنا والثاني أسفل، واثنين برضو علوية. تلاقي معنا هنا مسمار واحد رقم 10، هنا برضو الكلبس كله راكب الآن أيضا هنا. بعدها راح نركب الغطاء الخارجي. هنا تركيب المسمار كده، خلصنا من تركيب الديكورات. طبعا لاحظ الساعة الآن كم الساعة، حدود الآن الساعة 10 إلا ربع، وإلى الآن المكيف شغال وما شاء الله حرارة الجير 55، حرارة المحرك يدوب توصل 101. هذا والرديتر والموية عادية، والرديتر لك عليه، لو كان الرديتر عال العال صدقوني مستحيل توصل هذه الحرارة. ما شاء الله تبارك الله، الآن على 91، سرعة 100، حرارة الجير ثابتة ما بين 55-56، لكن المشكلة في حرارة المحرك، يعني مع حتى الخط حدها كان 91، والسبب التبريد ضعيف، يعني لو على بلف الوكالة 86 وفي الخط ما راح، ممكن راح تنزل حتى إلى 88، بس التبريد في الرديتر ضعيف جدا، فعشان كذا البلف 71 أو 76 يعني ممكن نقول يعني عوض نوعا ما، بس ما أعطى الفعالية صح لما يكون الرديتر سليم ونظيف. باقي بس معنا تجربة ثانية في أحد المرتفعات ونشوف كم تصل معنا حرارة الجير. طبعا نزلت الحرارة ما شاء الله الآن، طبعا نزلت عشان نص ساعة أو أكثر من نص ساعة، يعني وقفت 9 إلا ربع والآن 10:30، يعني أكثر من نص ساعة حلقت، وما شاء الله تبارك الله في نطاق 100 حرارة الجير 60، هذا الحين عندنا درجة الحرارة الآن ما شاء الله تبارك الله 43. الساعة 10 حرارة الجو 43.